سلسلة طويلة من الأزمات تعاني منها محافظة ديالى، فإلى جانب انهيار البنى التحتية وسوء الخدمات تأتي عملية استحواذ جهات متنفذة على الأراضي الزراعية وبيعها كقطع أراض سكنية لتشكل أزمة جديدة وتعكس واقع المحافظة الذي يزداد سوءا. آلاف الدوانم تم أخذها من دوائر الزراعة والبلدية وكذا والتخطيط هي لغرض الزراعة، وبعدين المتنفذ يحولها إلى قطع سكنية ويبيع كل قطعة ب40 50 مليون على المواطنين. أحزاب وميليشيات باتت تهيمن على جميع مفاصل الحياة في ديالى وسط غياب كامل للقانون، تسيطر على كل المشاريع الاستثمارية وتستخدم نفوذها للحصول على مزيد من المكاسب. حتى من الدولة، من تاخذ أرض من الدولة وينطوك بها سند رسمي، يعني تفاجأ بعد فترة بأن هذه القطعة مسجلة باسم فلان، مسجلة باسم. احنا بصراحة هسه اللي قمنا نخاف من عنده بعد مو موضوع الأراضي، احنا قمنا نخاف خاف يوم من الأيام تجيك عصابة وتجيك يقول لك هذا بيتك اللي صار لك 30 سنة أنت بيه، هذا طلع ملك إليه. فيا أخي موضوع الأراضي مسيطر عليه من قبل الأحزاب والمافيات المتنفذة المسنودة من جهات وشخصيات كبيرة في الدولة. قائم مقام بعقوبة عبد الله الإحيالي كشف عن استعادة 600 دونم من أصل 1000 في محيط المدينة استولت عليها جهات متنفذة تحمل عناوين شتى وتتسلح بالنفوذ والمال، مشيرا إلى أن استعادة هذه الأراضي أدى إلى تعرضه لهجمات وضغوط من جهات متنفذة. عصابات قد تكون مرتبطة بأحزاب أو غير أحزاب، أو قد يكون على شكل مجموعات أو بالتنسيق مع مزارعين. بالنتيجة شراء هذه الأراضي وهي بمثابة عقود مع دائرة الزراعة هي مخالفة قانونية. هناك تهديدات ظهرت، تعرضت إلى عبوة استهداف داري وأيضا رسائل تهديد وكذلك ضغوط من بعض الشخصيات ومن بعض المتنفذين. آفة جديدة تنهب الاقتصاد العراقي وتفاقم أزمات السكن والمصاعب المعيشية للمواطنين، وتظهر غياب الدولة وشيوع الفساد المتنامي تحت قوة السلاح.